مساء الفل، مساء الأمل، مساء التفاؤل على أحلى مشاهدين في الدنيا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع، الحلقة رقم 238 الموسم العشرين. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. هفضل أقول لكم دايما افضلوا احلموا وحققوا حلمكم ووصلوا لحلمكم. عشان كده انا معايا النهارده ضيفه في حلقتي، هي نموذج مشرف جدا. هي بنت من بنات الصعيد من محافظه قنا، خصوصا من مركز ابو تشت. عندها 19 سنه، لكن حطت قدامها احلام واهداف وطموحات وقدرت ان هي توصل لده. هي طبعا بتقول ان هي لسه عندها احلام كتير، بس حد في سنها دوت، فطبعا هي مثال مشرف وخصوصا لبنات الصعيد، لان زي ما احنا عارفين في بعض القرى لسه عندهم الفكر التقليدي القديم اللي هو البنات ما بتكملش تعليمهم، في حاجات بتحبطهم وكده، لكن هي عندها عزيمه واصرت على دوت. هي عضوه في اللجنه المركزيه بمبادره موهبتك بقاره افريقيا، وكمان عضوه في اللجنه الاعلاميه اتحاد شباب الريف والقبائل العربيه، وكمان عضوه في مبادره اتحاد فتيات الصعيد سند. مش بس كده، دي نائب امين لجنه الاعلام على مستوى انا. شروق اسمها، شروق مهران ديت، مثال مشرف وفخر البنات السعيد. اهلا بيك يا استاذه شروق. اهلا بحضرتك يا فندم، انا سعيده النهارده ان انا وسطكم. اهلا لكل المشاهدين، اهلا وسهلا. الشرف لينا احنا ان احنا معانا نموذج مشرف زي حضرتك. حضرتك دلوقتي احنا حابين حضرتك تكلمي الفتيات عموما وبصفه خاصه فتيات الصعيد. يعني حضرتك ازاي وصلتي لكده، ومين اللي شجعوكي من الاول على ان انت توصلي للمكان ده؟ انا اللي شجعوني اغلى اتنين في حياتي، ماما وبابا طبعا، ربنا يخليكم ليا. انا بقول لكم ربنا يخليكم ليا يا رب طول في عمركم، حبايب قلبي، هم اللي شجعوني ودعموني في حياتي فعلا. وبشكر كمان ماما وبابا وجد وستي اللي دعوتهم ليا في كل لحظه، انا بشكركم من كل قلبي حبايبي. شجعوني طبعا، وعندي كتير ناس شجعوني، علشان مش عايزه انسى اي حد وحد يزعل مني، لا طبعا انا فاكره الكل. بس كمان وبشكر الاستاذ علاء سرحان مدير العلاقات العامة مدير العلاقات العامة، وبشكر الأستاذ علاء جمال مسؤول العلاقات العامة بمبادرة موهبتك. بشكركم من كل قلبي، كل اللي شجعوني حبايب قلبي، أشكركم. طبعا حضرتك مش عايزه تقولي اسامي عشان ما تنسيش حد، بس يعني اكيد طبعا مش هتنسي الفضل لاي حد وقف جنبك. اكيد طبعا مش هنسى لاي حد، وبشكر كل من شجعني ودعمني، وكمان بشكر من اللي احبطوني. بقول لكم احبطوني كمان وكمان، لانه بجد كل ضربه بتقويني ما بتخلينيش ارجع، بالعكس دي بتقويني وتنجحني اكتر. بقول لكم احبطوني كمان ما فيش مشكله، لانه بالعكس انا ان شاء الله طول ما انتم بتعملوا كده معايا وبتحبطوني، انا ان شاء الله هكون في النجاح باذن الله. ان شاء الله دايما بالتوفيق والنجاح وتحققي كل اللي نفسك فيه واكتر كمان. طيب عايزين حضرتك تكلمين معانا الاول مدام ليلى مامت الانسه شروق. الو الو، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك بجد احنا بنشكر حضرتك على بنتك، هي مثال مشرف جدا لفتيات الصعيد. حضرتك وكلمتك دي على راسنا. حضرتك حابه تتكلمي عن ايه او تقولي ايه؟ نورت شروق، بدعي لها من كل قلبي. والله يا حبيبتي منوره الدنيا يا حبيبتي، وربنا يوفقك. وبشكر حضرتك الاستاذه ندى، وبشكر كل المسؤولين، وبشكر المهندس وليد سلام، وبقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله، وربنا يوفقك يا شروق. وبشكر شاعرنا المتألق شاعر قنا فادي ماهر، وبقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله يا رب، وربنا يوفقك يا شروق يا حبيبي. الله يخليك يا رب ان شاء الله. طب ايه شعور حضرتك وحضرتك شايفاها في المكان دوت، او ان هي بدأت توصل لاحلامها؟ بصراحه ده يعني حاجة جميلة جدا وشعوري، وانا طبعا مبسوطة، واكيد اي ام هتكون مبسوطة بكده يعني. ان شاء الله يا ربنا يحقق يا رب كل احلام ام وابي، ويتمنوا ولادهم كده ويشوفوهم كده في احسن حال يا رب ان شاء الله. يا رب، اللهم امين، ربنا يبارك لحضرتك فيها يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، شكرا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب ويحفظك باذن الله يا ست الكل. يا رب. دلوقتي بقى عايزين حضرتك تكلمينا عن مبادرة موهبتك، ومين المؤسس فيها، وايه الهدف منها اصلا يعني انتي ازاي؟ بخصوص مبادرة موهبتك، تتلخص الفكرة في دعم المواهب الشابة التي لا تستطيع دعم نفسها، ويتم استضافتهم في برنامج يتم تفعيله بنفس اسم المبادرة، ويتم طرحها على المسؤولين في المجتمع بإنشاء مركز في كل محافظة ودعم هؤلاء الشباب.
بصفة عامة. دوري في اللجنة الإعلامية مساعدة هؤلاء الشباب، مساعدة هؤلاء المبدعين بتسليط الضوء عليهم، ذو الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، ذو الإعاقة، واجعل موهبتك راقية بصوتهم. المؤسس فيها الأستاذ فادي ماهر شوقي، ولدينا من مبادرة دول أخرى مثل المغرب وجمهورية تشاد وسوريا وبنين والسودان وبعضها دول أخرى طبعا. بالتوفيق طبعا ليكو يا رب، ودي خطوة كويسة جدا، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن دلوقتي بقى أطفال الشوارع كتير جدا وذوي الإعاقة، بيبقى في أطفال كتير وشباب لسه في سن صغير عندهم مواهب بس لسه مش لاقيين حد اللي يشجعهم أو يعرف مثلا موهبتهم إيه فيدلهم على الطريق الصح. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، ونحاول نقلل من اطفال الشوارع ومن كل الحاجات ديت، ونشوف كل شباب مصر ناجحين وبيعملوا اللي هم عايزينه. امين يا رب ان شاء الله. طيب حضرتك بتشوفي المراه السعوديه ازاي؟ يعني انت من وجهه نظرك هي ايه او شايفاها ازاي؟ انا بشوف المراه السعوديه، هي الحديد، هي بالفعل حديد فعلا. المراه السعوديه حملت اسيا، المراه السعوديه بتتخطى كل صعب، مفيش حاجه بالنسبه لها قدامها صعب، بتتخطى كل ده. طبعا المرأة السعيدية هي الأم، هي البنت، هي الأخت، هي العمة، وهي الجدة، وهي الخالة، وهي كل ده. بجد المرأة السعيدية ست مكافحة، وأنا بصراحة شايفة ده نظري. بشوف ماما الأم المثالية بجد، وربنا يا رب يحفظك ليا يا ماما. الله يخليكي. طبعا المرأة السعيدية هي كل حاجة. أنا بقول لكل بنت مصرية وكل بنت سعيدية، كوني حققي طموحاتك، بس أهم حاجة تكوني قد ثقة أهلك فيكي، واهم حاجه تكوني راضيه ربنا وراضيه اهلك، وبعد ده كله حقيقي كل اللي نفسك فيه، بس اهم حاجه بادبك واخلاقك واحترامك، طبعا ده اهم حاجه وهو ده اللي هيميزك. طبعا دلوقتي اغلبيه الناس بفكره انه الصعيد ما فيهوش اي فرص عمل او تعليم للفتيات، لا بالعكس، دلوقتي بنات الصعيد بقت زيها زي اي مكان، زي بنات المدن، لها دلوقتي فرص عمل عادي، وبقى لها دلوقتي تحقق احلامها وطموحاتها. دي كانت زمان ايام ان هي البنات السعوديه ما تطلعش والكلام ده، لكن الحمد لله دلوقتي البنت السعوديه بتحقق كل احلامها وبتطلع وتحقق. انا بقول لكل بنت كوني قد ثقه اهلك فيكي اهم حاجه، وتكوني بادبك واحترامك واخلاقك، ده اللي هيميزك طبعا. وربنا يا رب يحقق كل احلامنا وللجميع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وطبعا دلوقتي ما بقاش في فرق بين الشباب او البنات، بقت البنت المصريه عموما او السعوديه بتشارك الرجل في كل حاجه، فطبعا يعني كل الدعم ليهم يا رب بالتوفيق. وما فيش بقى يعني غير الفكر التقليدي دلوقتي بقى في الصعيد، فعلا زي ما حضرتك بتقولي في تعليم وفي فرص عمل وفي كل حاجه، يعني ما فيش حاجه تمنع ان المراه تتعلم او تشتغل او توصل للي هي عايزاه. طيب عايزين نعرف ايه طموح حضرتك لبلدك او للصعيد عموما؟ طموحي. طب لحظة بس، معانا مكالمة من أستاذ فادي مؤسس مبادرة موهبتك، عايز يتكلم مع حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. مساء النور على حضرتك. أنا حابب طبعا أشكر قناة الصحة والجمال، وحابب أشكر الباشمهندس وليد شعلان وحضرتك وشروق، ودايما انتوا نعم القطيع، يعني اسمه على المسمى دايما، وبيدعم كل فئه الشباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اتكلم باختصار، المبادره هي بدات من صعيد مصر تحديدا، من جامعه جنوب الوادي من محافظه قنا. كانت كل الفكره بتقوم ان هي دعم المواهب التي لا تستطيع الدعم، وربطهم مع المؤسسات والجامعات الاهليه او الوزارات مثل وزاره الشباب والرياضه ووزاره الثقافه على دعم هؤلاء الشباب. كبرت المبادره وبقيت على مستوى الصعيد ثم على مستوى الجمهوريه ثم اصبح ليها فروع ودول، واحنا معانا السودان والمغرب وسوريا وجمهوريه تشاد، ومعانا دوله بنين واكثر من دوله شاركنا بيها حاجات كتير ومسابقات كتير، واخذنا بيها اكثر من جائزه زي جائزه سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك في الامارات، وابداع واكثر من مجال. حابب اوجه الشكر طبعا لشروق، ان شروق هي والفريق اللي معاها في المبادره، هم فريق اللجنه الاعلاميه، بيقوموا بدور كبير في التنسيق ما بين الشباب وفئه الشباب الموهوبين من خلال كتابه تقارير عنهم ودعمهم سواء في الصحف المحليه او الدوليه، او ربطهم بالقنوات وتسليط الضوء عليهم. حابب كمان اقول واوضح رساله مهمه لكل اللي بيسمعني، ان المراه الصعيديه هي مراه مهمه للمجتمع،
وان الصعيد اتغير، ما بعدش في زي زمان الفكر التقليدي، لا الصعيد اصبح عنده ثقافه، واصبح ان كمان المراه الصعيديه ليها دور في المجتمع كمان في كل الاستحقاقات الانتخابيه. وان احنا زي ما عارفين ان طبعا خامس الرئيس خصص ان هيكون للمراه 25% في الاستحقاقات الانتخابيه. وحابب اوجه رساله اليوم زي ما احنا عارفين انتخابات مجلس الشيوخ، كله ينزل ويشارك ويدعم الدوله ويقول صوته. أكيد طبعا طبعا كلنا بنشكر سيادة الرئيس على تشجيعه للمرأة، وإن هو في أي قرار أو أي حاجة بيتكلم عنها طبعا ما بينساش دور الشباب والمرأة وبيشجعهم على دوت. وبرضو بنشكر حضرتك على فكرة الاشتراك في مبادرة موهبتك ديت، لأنها فعلا مهمة جدا وهتفرق كتير مع الشباب. وطبعا زي ما حضرتك عارف إن الشباب عموما في سننا هم أساس الدولة وتقدمها، فطول ما الشباب احنا بنستغلهم في الطريق الصح وبنحافظ عليهم من التشرد أو إن هم يبقوا في الشارع أو ما يعرفوش يوصلوا لأحلامهم، فديت خطوة مهمة جدا. بالتوفيق لحضرتك والأنسة شروق وكل المشتركين في المبادرة. أنا طبعا بشكر الأستاذ فادي شكر كبير قوي قوي. أنا بقول لك بشكرك أستاذ فادي، وبقول لك يا رب ربنا يوفقك، ومن نجاح لنجاح يا رب إن شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليكوا دايما. كنت عايزه اعرف بقى ايه طموحك لبلدك اللي هو انا مثلا او السعيد، لان انا عارفه ان انت بتحبي بلدك جدا ونفسك تعملي حاجه ليها. جدا طبعا انا عندي احلام كتيره قوي قوي لبلدي، بس طبعا دي محتاجه حلقه لوحدها ان شاء الله. ومن احلامي ان انا بحلم ان انا اعمل مشروع متنوع عن في اكتر من مجال، فرص عمل للشباب وداخل البلد وليست خارجها. وبكده كل شيء يعني انا بحلم بجد انه الصعيد بجد محتاجه حد يدعمها، محتاجه انا محتاجه ان انا اطلع صوت الصعيد بجد. انا هنا علشان محتاجه ان انا اطلع صوت الصعيد واشجع كل شاب وكل فتاه نفسهم يمشوا في الطريق الصح وبيحلموا ويحققوا احلامهم وطموحاتهم، ونعمل فرص عمل وباذن الله بدعم ربنا وبدعمكم معانا ان شاء الله نحقق كل احلامنا الجميله دي. باذن الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه يا رب، وكل فتيات السعيد وكل شباب السعيد يبقوا زي شباب المدن بالظبط، وكلنا نبقى ايد واحده ونوصل للي احنا عايزينه، لان مصر دي بلدنا كلنا يعني ايا كان احنا كلنا لازم بالمشاركه مع بعض وكلنا طبعا واحد. طيب حضرتك بقى بما انك كلمتينا عن احلامك لبلدك، عايزين نعرف ايه طموحك انت الشخصيه، انت حابه يعني كان نفسك زمان كده تقعدي تقولي انا نفسي ابقى ايه، وهل حققتي الحلم ده ولا لسه؟ انا بجد حلمي كان ان انا اكون مذيعه. ده شرف للاعلام طبعا. الله يخليكي، بجد انا كان بحلم من ايامي من زمان ان انا اكون مذيعه علشان اطلع صوت الصعيد. الصعيد بجد فيه مواهب بجد محتاجه، بس مش محتاجه غير دعم ومساعده من حد. وانا باذن الله بقول لكم باذن الله انا هكون معاكم وهشجعكم وهنساعد بعض، وبعد ربنا بيكم باذن الله وبدعمكم هنحقق كل اللي احنا بنحلم بيه، لانه بجد محتاجين دعم ومحتاجين تشجيع، وفي مواهب جميله جدا. الصعيد بجد يعني، وانا بقول لكل شاب احلم وحقق حلمك، احلم وصدق حلمك. نحن خلقنا لهدف وسنؤخذ لهدف، لله ما أعطى ولله ما أخذ. افتكر دايما أن أنت بني آدم، افتكر دايما أن أنت إنسان، حقق حلمك، بادر مرة واثنين وثلاثة وما تيأسش، وحقق حلمك وما توقفش. احنا حقيقي في أحلامك وفي طموحاتك هتقابلك صعوبات، عادي جدا أن هتقابلك صعوبات، ما فيش مشكلة، دي حلاوة النجاح أن هتقابلك صعوبات. كل ما تقابلك قوم تاني، كل ما تقع قوم. دي وحقق احلامك كلها وما تيأسش، وكن قد نفسك ووثق في ناس هتحبطك. ايه يعني على فكره؟ كل ما تحبطك الناس كل على فكره ما هتكون قوي اكتر. انا عن تجربه بتكلم، في ناس بتحبطني فعلا، بس على فكره انا بحب اوجه لكم الناس اللي احبطتني. انا الحمد لله انا ديني قلت النهارده موجوده هنا في برنامج نعم اساطيع، وطبعا ليا الشرف. انا بقول لكل شاب حقق حلمك، وبقول لكل بنت كوني قد ثقه اهلك فيكي حققي احلامك، وكوني البنت اللي مميزه دايما بعفويتك وبطيبه قلبك وما تبينش لحد ضعفها. كوني دايما ما تسمحيش انك تكوني في حياه حد شيء عابر او مؤقت، وكوني القمر اللي مضوي بين النجمات. انا بقول لكل شاب احلم وحقق حلمك وما تتنزلش عنه بسهوله، احلموا وحققوا احلامكم، وانا من بعد ربنا باذن الله معاك وهنحقق كل اللي احنا بنحلم بيه. اكيد طبعا طبعا، يا ريت كل حد بيسمعنا دلوقتي يركز في الكلام دوت، لان هو هيفرق معاكوا جدا
يعني بصراحة بتبقى فرحة حلوة لما تحط قدامك هدف وحلم وتوصل له. كلنا جوانا مواهب وطموح وأمال، بس الفكرة إن فينا اللي بيطنش وبيكبر دماغه مثلا، مش بيسعى ورا حلمه دوت أو بيحقق، وفينا اللي بيوصل وبيحقق يعني كل ما بيوصل لهدفه بيفرح، فبيساعده على نجاح أكتر ويحط هدف جديد ويوصل ويبقى أعلى وأعلى وأعلى. دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين نتيجة الثانوية العامة لسه باينة من قريب، ففي شباب كتير محبطين ان هم ما جابوش المجموع اللي هم نفسهم فيه. عايزة اقول لهم ان الثانوية العامة مش اخر الدنيا، مش هو ده الطريق الاخر، انتوا لسه اصلا يعتبر حياتكم لسه بتبدأ، اثبتوا وجودكم في الجامعة واي مجال. دلوقتي معانا مفاجأة لأنسة شروق المدير الفني للبرنامج، الباشمهندس وليد شعلان. الو الو، صباح الخير. صباح الخير، الخير. ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا ماد، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامل حاجة ايه؟ موفقة وبالتوفيق، عنوانها جميل، الحلم والطموح، حاجة رائعة بصراحة. الفضل يرجع لحضرتك طبعا. احب طبعا احيي ولاد الصعيد وشروق، بصراحة واجهة مشرفة لابناء الصعيد، حاجة جميلة جدا، وبنت متحدثة لبقة مثقفة، حاجة محترمة دي جدا حقيقة جدا جدا مثال بجد. مشرف جدا لفتاة الصعيد. شروق قالت من شويه نفسي اكون مذيعه، تمام كده؟ ايوه فبما تمام. ان برنامجنا دايما بيطلع مذيعين وبيأهل مذيعين وبيدرب مذيعين، فان شاء الله شروق معانا في البرنامج. نعم استطيع، وابدا تدريبا من النهارده بعد الحلقه، وان شاء الله يا شروق معانا في تيم. نعم استطيع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. شكرا شكرا لحضرتك على المفاجاه الجميله دي. جاهزه شكرا شروق ده ولا لسه مش جاهزه؟ جاهزه؟ اه جاهزه. بتقول لحضرتك هي جاهزه. نضرب بعد الحلقه تدريب النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد انا جاهزه في اي وقت. اوعدك اقرب فرصه ان شاء الله، اقرب فرصه الاسبوع ده، تمام؟ لو جاهزه هنزلك الاسبوع ده جاي ان شاء الله حلقه تجربه ان شاء الله. اتفقنا؟ شكرا، اتفقنا ان شاء الله. انا جاهزه ان شاء الله، وبالتوفيق وحلقه موفقه وكملوا حلقه. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك يا فندم. طبعا دي مفاجأة جميلة جدا، لأن حضرتك تستاهلي على فكرة. المفاجأة ديت مش بتكون لأي حد، يعني بتكون لحد طموح فعلا وحابب يكون في المجال، إن هو يعمل حاجة مش يطلع وخلاص، ويكون عنده هدف يعني اساسيات للحلم دوت. فبجد يعني مبروك ليكي، وان شاء الله اشوفك ناجحه دايما ومحققه كل اللي نفسك فيه يا رب. الله يخليكي، تسلمي. بجد هو ده كان حلمي، بجد حلم جميل جدا، وانا بشكرك باشمهندس وليد وبشكر كل المشاهدين. بجد ده كان حلمي، وبوجه رساله لكل اللي كان بيحبطني، الحمد لله وربنا كرمني وهكمل طريق نجاحي للنهايه باذن الله يا رب. ان شاء الله معانا صور ليكي، تحبي نعرضها؟ صور؟ اوكي تمام. خلاص يلا، احنا خلاص عرضناها، الصور قدام حضرتك في الشاشه اهيت. قولي لنا بقى كل صوره ايه، يعني ايه الموقف بتاعها او ايه الذكرى او كده، يعني بتفكرك بايه، او اكيد ليها حاجه مميزه عندك. والله الصور دي طبعا بتفكرني باجمل لحظات حياتي ايام الثانويه. بجد كنت دايما في مسابقات وفي مبادرات، دايما كنت في المسابقات ومع اساتذتي طبعا اللي اتشرف بيهم. بجد كانت ايام حلوه وجميله جدا، بس الصوره كان التانيه يوم تشجيع بجد، المدرسين وحبايبي اللي كانوا بيشجعوني، ومدير مدرستي طبعا الاستاذ ايهاب صبحي، انا بشكرك وبشكر كل من شجعني، وباذن الله انا مش ناسي اي حد على فكره، انا مش ناسي اي حد وبشكركم. حضرتك بصي على الصوره قدامك في الشاشه وقولي لنا كل صوره بسرعه كده، تحبي تشكري مين او بتفكرك بموقف ايه؟ انا طبعا الصوره دي كانت في مسابقه صحفيه في سوهاج، كانت مسابقات صحفيه وكانت حاجه جميله بصراحه، وكان يوم جميل ومشرق، وكان في حاجه وحققنا اهدافنا وبقينا المركز الاول فيه، والحمد لله في كل مسابقه كنا دايما المركز الاول. ما شاء الله، يا رب دايما في نجاح وتقدم يا رب. طب انت شايفه نفسك ايه بعد فتره؟ أنا يعني مثلا قدامك وقت قد ايه تكوني وصلتي لاحلامك مثلا؟ مش شرط كلها، لان مفيش حد بيبدا مره واحده. اكيد طبعا، بس يعني تكوني وصلتي لجزء كبير من حلمك او هدفك. انا حلمي بجد للمستقبل، وبشوف نفسي ان انا مذيعه باذن الله طموحه وبتحلم وبتحقق هدف بلدها ومتطلباتهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وانتي يعتبر جاتلك منحه من البرنامج، فان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله وتحققي بقيه احلامك وتفتحي مشروع لنفسك فيه، ويا ريت يعني ان شاء الله تكوني قد المنحه دي، ولا لسه مش جاهزه؟ لا باذن الله، باذن ربنا، وانا واثقه في ربنا ان هكون قدها، يعني هكون قدها ان شاء الله. ان شاء الله احنا واثقين فيك، ان شاء الله تكوني دايما ناجحه وتكوني مذيعه شاطره، وجمهورك يفضل يسمعك دايما وتطلعي المواهب بتاعتك. طيب تحبي مثلا لما تعملي البرنامج تجيبي معاكي مواهب من المبادره، ولا هتتكلمي عن الموضه والجمال، ولا هتتكلمي عن ايه بالظبط؟
لا انا ان شاء الله في كل حد بيحلم او اي حد بيحلم ونفسه يحقق، انا ان شاء الله بحلم ان انا احقق لهم كل احلامهم، واي حد نفسه في حاجه او بيحلمها انا واجبي ان انا بحلم ان انا اكون مذيعه علشان اطلع صوت السعيد، علشان اساعد المواهب اللي فيه، علشان اطلعهم بصفه عامه. ان شاء الله بالتوفيق دايما، واكيد حضرتك طبعا هتبقي تجيبي نماذج برضو مشرفه، ان ازاي اطفال الشوارع او ذوي الاعاقه او الشباب اللي ما كانوش قدروا يوصلوا موهبتهم، ان انتوا ازاي قدرتوا توصلوهم وتحفزوا برضو الشباب. احنا برنامجنا نعم استطيع هو ليه مقوله دايما مشهوره احنا بنقولها، نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. واحنا بالفعل في البرنامج دوت بنحاول ان احنا ندور على اي موهبه ونوصل صوتهم، نفس فكره مبادره موهبتك بقاره افريقيا بالظبط اللي حضرتك مشتركه فيها. هي طبعا انا بشكر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه واهتمامه الدائم للمراه والشباب وحضوره جليئا في كل المناسبات والخطابات التي يلقيها. شكرا للاب الروحي معالي الرئيس. شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا مش هنغفل عن دوره ان هو بيعظم المرأة وبيخلي ليها دور كبير في كل حاجة وبيهتم بيها وبيتكلم عنها وبيشاركها في كل حاجة، وبالفعل اللي احنا وصلنا له دوت يرجع الفضل ليه بعد ربنا طبعا، ان دلوقتي بقى المرأة زيها زي الراجل وبتشاركه في كل حاجة وفي طبعاً جميع المناصب والمهن وكل حاجة. فشكرا سيادة الرئيس الأب الروحي على مجهوداته العظيمة للشباب وللمرأة، يعني هو عارف ان الشباب أساس المجتمع وبرضه بيعظم المرأة لان هي ليها دور كبير طبعا في المجتمع، وان هي بتشارك الراجل في كل حاجة لو مش في المناصب العملية فهي بتشاركه في حياته، وعموما هي اللي بتربي الاجيال بتطلع ناجحه، والنماذج المشرفه اللي احنا بنشوفها زي أنسة شروق وغيرها كتير من النماذج. وطبعا واحنا طبعا برنامجنا دوت بيستقبل المواهب، اي حد عنده فكره او موهبه او مشروع، بيستقبل مذيعين، اي حد نفسه يبقى مذيع وحابب يطلع حابب يشارك معانا، اي حد عنده مشكله عايز يعرضها اي حاجه، احنا هنا برضو بنسلط الضوء على اي موهبه عايزه تطلع وتشارك، احنا هنا معاكم، احنا كلنا واحد. اي حد حابب يشارك معانا يتواصل مع فريق الاعداد الرقم الظاهر مع حضراتكم قدام الشاشه. وحلقتي للاسف خلصت، اتمنى نكون خفاف على حضراتكم وتكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، والانسه شروق تكون حافز لبنات كتير يكونوا مثلا كانوا متضايقين من نتيجه الثانويه او ايا كان يشوفوها يفرحوا، تكون حافز ليهم. شكرا ليكم.